يكون في دواء تشومي منسقة التنسيقية السلام الوطنية. صراحة جيت اليوم أنا ضال على واحد المهزلة، مهزلة بمفهوم مهزلة، مني تتعطي مثلا أنا غنهضر على عمل الدار البيضاء، على أنني من العمل تاع الدار البيضاء مثلا غنبغي نشوف العامل أبسط حاجة اللي هو أصلا مديون لينا، فما ما كيستقبلناش، ومني تنجي كنلقى هنايا عندنا عمالة الدار البيضاء الكبرى عاطية مليار. لاش مليار؟ لاش التنقل؟ ما ندخلش اسماء اللي ما تيخلصوش في الطوبيس، وهادشي ما كيعنيناش، ولكن حنا علاش غنتحبسوا؟ زائد ان اتفاقيه مازال ما توقعاش، هي خارجه مازال ما وقعوها، ولكن فيها واحد الاقصاء للامهات ديالنا. انا كان الحلم ديالي نطلع الطوبيس وفرحانه، شحال كاس الزا لولوجيات قضيه زوينه، ما بقاش محكومه بالطرام. كنتفاجئ انا غير باغا نخلص، ولكن ما تيحلوش لينا فين طلعوا، ما تيحلوش، ما عطيناش نهائيا. زائد ان امهاتنا تحرموا من المجانيه، واش انا ماما تفني في الطوبيس شغل غير طلعني؟ واش وحده صحيحه وقتلوها وغصبوها وذبحوها؟ واش غير حنوا فينا حنا؟ واش ما غنتعرضوش للشفره؟ راه هادي طمعوا فيها. فاذا الدوله باغا تنقرضنا، باغا تقصينا. واش مليار غتعطى؟ مليار تعطى لينا مباشره، مليار نديرو سبيطار مخصص للمعاقين. هاد الطوبيس شحال غيطلع فيه؟ 10 الناس، 20 نهار، 20 في النهار، هما اللي غيتقلو. راه ميمكنش. أنا مكنعترف لا بوزارة التضامن، لا بعامل، لا بعمالة، لا بتا حاجة، بملك محمد السادس. وهاد الملف كنظن أن الملك هو اللي خاصو يدخل فيه، لأنه فعلا ملكنا. وبالمناسبة هاد الأسماء راه ماشي عليهم والو، كيضحكو علينا من هنا. كنقول حنا ما باغينهمش، وما متوافقينش على هاد الإتفاقية نهائيا، غير خلوها عندها. وكنفكرو حتى لاكارت نقطعوها، غير يصيفطونا للجزائر أحسن، مادام هما ما باغيناش وما معترفينش بينا، علاش غنبقاو هنا؟ واش واحد جايلوحنا الواحد؟ وفي الاخر يضحكوا علينا بالوراق، علاش؟ انا محتاجه نقرا، محتاجه نخدم، محتاجه شحال من حاجه. فبالمفهوم حنا المعاق في المغرب ما معترفينش به، مع العلم انه عدد ما كيستاهلش به. راه 3 المليون، واش منين هاد 3 المليون؟ ما كاينش شي معاق منتج، ضروري غنلقاو 10. ولكن الصراحة البلاد كتعيقنا، وما كايناش سميت شي حاجة سميتها الإعاقة. من هنا أنا ما كنعترف، كنرجع نقول ما كنعترف لا بوزارة تاع التضامن، ما كنعترف بعمالة، ما كنعترف حتى حاجة. سيدنا يتدخل كونترول، ملي كتهضر معاهم كيقول لك على العماله اللي كتقول لهم ما تستاهلوش في هذا الامر. علاش ما يستاهلوش؟ علاش غير يهودوني انا؟ علاش غير يصيفطوني حتى للكوميساريه؟ مع العلم ان الكوميساريه فعلا ما تتدخلش في تدخل، كتبقى تشوف شنو كتصيفطنا، ولكن الداخل ديالنا كنمرضو. انا ما باغاش صداقه، ما باغاش الطوبيس يجمع لي 5 دراهم ولا 700، ما باغ كنت باغا صداقه عند واحد جامع، كنت باغا صداقه ما انضغطش على راسي، غنمشي نطلب كما الدوله
باغا نطلمو، راه نشوفكم من الاخر صراحه ما عمركم تشوفوا شي معاق واقف على الفيروج وتلوموه. لان الدوله هي السبب، وهنا الدوله كنحدد الوزاره كنحددنا، وسبحان الله حتى ضغطنا عليهم والملاير بداش كتشير يخرجوا علينا وما يعطيوهاش لينا. ديروا لنا سبيطار، ديروا لنا سبيطار، علاش انا الحاله ديالي غادا تدهور؟ علاش الدوله ما توفرش ليا تروين؟ علاش الدوله ما توفرش ليا دواء العينين؟ علاش انا غنبقى نداوي من جهه؟ علاش مثلا ماتت ماما، ماتت والعمر في يد الله، مصيري يا الزنقة لأنني بصح نيت غنبيع الطلبة، ومن بعد الطلبة راه حاجة أخرى. كيقولك كنحاربو التشرد، كنحاربو التستمول، كنحاربو العمية، علاش حنا ما محسوبينش؟ علاش ما يشفتحوش أقسام مدمجة بهاد المليار؟ علاش؟ علاش هاد المليار ما يمشيوش يشرو لنا الكرارس؟ علاش غيبقى تابعنا الكريدي؟ الناس كتباعهم كريدي على ديور وحنا على كرارس. علاش؟ علاش فورماسيون غيبقى يتسال؟ علاش الدولة ما تعطيش الدواء وفي استطاعتها؟ احنا مغرب راه غني ماشي فقير، وبلا ما نقولو اغنياء، الشعب المغربي فيه ميزة تاع التعاطف. الى جاو عندك وقالوك في الماء والضو تزيد درهم غتعطيه، وهاداك الدرهم عطوه عليا. فاحنا في تم ما بغاش نقول وصلت بيا المرحلة على نجي نفكر شنو عاطيني بلادي، شنو موفر ليا. قريت تحاربت، خليت الدراري يهزوني ويطلعوني باش نقرا، خليت الدراري يهزو كروسي صغار مني ونقول ماشي مشكل. في الاخر كنجي نشوف خلق والو، كان عليهم من الافضل اي سبيطار زاد فيه معاق قتلو من الاحسن، لانه الموت تاع دقة وحدة احسن من الموت تاع بشوي بشوي. لان كتعذب ضميريا معنويا تاع اعاقة على اعاقة، وهنا صعيب. تمنى تمنى مليكنا محمد السادس يتدخل، لان الشم كثر وقوى وصل المرحلة تاع غنديرو شي حاجة خايبة وحنا في غنى عليها. بارك علينا اللي حتى فمن هنا فهول انتخابات جاية، ثلاثة المعاقين، ثلاثة المليون فيهم واحد 20% غيصوتو. إذا يعني ناس منتجين ممكن اليوم يعطيو شي حاجة يشوفوا منهم.